عبر تطبيق زوم. معي من دبي المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي. أهلا بك معنا سيد أيمن. بداية بدي أعرف منك إن كانت يعني عملية أو انتهاء عملية الاستحواذ اليوم، هل تنهي حالة القلق والخوف حول تويتر أم هي بدأت للتو؟ هلا دينا، عمليه الاستحواذ هي مسلسل درامي طويل من حلقات كثير كبيره، هي اللي حياخذ تويتر، ما حياخذ تويتر، رح يعطوه اياها، رح يجوزوه اياها، اما لا عم يتفقوا على المصاري على وهذا الجزء الاول انتهى نهار الجمعه امبارح، انتهى الجزء الاول. هلا بنبدا بالدراما، مسلسل الجزء الثاني من هذا المسلسل، وكمان في حلقات كثير كبيره، وفي ناس تغيرت، وفي ناس جديده اللي حتكون، بشكل حتكون كثير كبيره، فحنكون عندنا سنتين جزء صعب ومسلي كثير يا دينا. ليش قلت هلا سنتين؟ لانه اليوم بلش، هو في عنده شغل هائل، يعني عنده شغل تقني بس لحاله، يعني هو ناوي يعمل فوائد ويغير كثير بتويتر. هيدي بدها برياحه تقنيا سنتين لتكون مثل ما هو مرتاح، اوكي مثل ما هو بده، خاصه انه هو طيب حابب في مصاري تطريق وغير مشاكل، يعني هو كمضمون ومواضيع سياسيه، فهي بدها سنتين لتركز لتركز. طيب برأيك هذه التغييرات التقنية اليوم هل فعلا رح تعمل تغييرات جذرية لتويتر ورح تحسنه للأفضل، أم رح يعني تثير أو تسبب أمور سلبية يمكن أكثر باعتبار أشياء تتعلق بحرية التعبير، أشياء تتعلق بموضوع الانقسامات اللي رح تصير أكثر على تويتر؟ خلينا نفصل المضمون من الشق التقني. الشق أوكي التقني هو حابب يغير تويتر بطريقه كامله، بده اياها يعمل كانه هي بنك، يعني يكون الناس فيها تشتري مصاري وتعطي مصاري لغير ناس، ويمكن يكون في بقلبها فيك تشتري بيتكوين وكريبتو وغيرها. فهذا الشق التقني هو عنده اتجاه معين، مثل وي تشات بالصين اللي هو تطبيق كامل مختلف، هذا بده شغل كثير كشق تقني. الشق المضمون من اليوم يعني لابد الابدين حيكون في دائما مشاكل، انه هذا الحساب تسكر، هذا الموضوع ليش ما سكروه، ليش فتحوا، ليش لهالبلد غير، ليش لهالشخص غير، هيدي حدل في مشكله كثير كبيره، واكيد إيلون لانه هو حينشغل فيها كثير هيدي، لانه كل العالم عنده اراء معينه، وبتعرفي في اختلافات، وحسب كل واحد وين قويته وين رايه في تغييرات، بس المضمون اللي عم تتفضلي فيه من اليوم للاخر حيضل في مشاكل وحنضل نحكي فيه. هو يعني كمان الفكرة أنه الحديث اليوم بأنه حتى هاي التغييرات التقنية باعتبار أنه رح يكون في فيما يتعلق بموضوع السبامز كما يقال، أو موضوع حتى يعني إعادة الحسابات المغلقة سواء حساب الرئيس السابق دونالد ترامب أو غيره، هذه أيضا لها تأثير اجتماعي وسياسي على الوضع، فما بعرف إذا هالموضوع رح يكون كثير مفصول بالفترة المقبلة. اول شغله اعلنها بهذا باطار المضمون، انه عمل لجنه يلي مستقله اللي بدها تدرس المضمون والحسابات القديمه والجديده، وهيدي اللجنه بتقرر، مش بس شخص هو كإيلون، هو حط لجنه بتدرس الوضع بتقرر انه هل الحساب بضل محظور او بينفتح، او هل المضمون مسموح ينتشر اكثر ام لا. فهيدي اللجنه عملها لحتى ينظم شوي هذه الامور، بس يعني بيلفت النظر كمان انه مؤسسه فيسبوك عندها لجنه كمان مستقله مثل هيدي، حلت كثير مشاكل، بس كمان في كثير مشاكل اللجنه ما فيها تحلها، فهذا بعدنا اليوم اول نهار عملها لنشوف كيف كاوضاع معقول يحلها بعدين ام لا. هيدي شغله غيرها اساسيه. في شغله ثانيه، من اول نهار غير الطاقم الاساسي من الاداره القديمه، يعني السي او سي تي او سي اف او كلهم هول تغيروا، يعني دفع لهم 200 مليون دولار، قال لهم انا ما بدي اشوف حدا منكم بقى، خلص انا عندي اداره جديده بدي اديرها مثل ما انا كنت قبل، وهذا اكيد لانه هن كانوا عم بيحاربوه قبل ما يجي، وبعدين بده يجبروه يشتريها، فخلص قال حتى ما في اشتغل معه، انا غير الاداره الكامله. وهذا شو حيأثر كمان، لانه في كثير ناس مثل بحيالله مؤسسه تجاريه لما تيجي اداره جديده حيتغير الموظفين، الاتجاهات، كل شيء حيتغير، فحتكون في نفضه ونقله نوعيه يلي بدها كل يوم حنحكي فيها، بس هي بدها سنتين لتوصل لمرحله بلشت تكون شوي ثابته، صارت واضحه لهم ولنا، ولانه قطع مشاكل وحلول.
طيب اليوم تويتر كان مساحة مثل ما حكينا فيما يتعلق بالمضمون، هي مساحة للتعبير، مساحة متنوعة وموجودة بكل أنحاء العالم. هل وجود شخص واحد فقط ليدير هذه الشركة رح يجعلها أكثر تجارية من أنه تكون ربما تتعلق أكثر بالشأن العام؟ المشكلة الموجودة هي مش بس بتويتر، كمان بكل المنصات، انه حرية التعبير بأمريكا غير حرية التعبير بأوروبا، غير حرية التعبير بالبلدان العربية، غير حرية التعبير بآسيا. فمفهوم حرية التعبير مختلف، وكمان تطبيقه على شق تقني كمان بيختلف بطريقة تانية كمان. فهيدا بشكل حيكون في حرية واضحة ومفتوحة للكل، لأنه المفهوم بيتغير. بس شخص مثل إيلون ماسك جاي هلأ رح يعمل نقلة نوعية نفضة، وحيوسع حرية التعبير أكثر، يمكن ما تنفتح بطريقة 100% يعني، بس حيوسعها أكثر من ما هي هون، ورح يجرب نعم يلاقي أطر أوضح للتعريف. بس ما في جواب كامل يعني، ولا منصة قبل تويتر قدرت تحلها. نعم المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، كنت معنا مباشرة عبر تطبيق زوم من دبي. شكرا جزيلا لك.